الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية تتارستان الروسية لبحث تعزيز التعاون المشترك. مدبولي يترأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وإجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي يصل إلى نحو 4 ملايين أسرة. الجيش اليمني ينفذ عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش. موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد روستوم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية الذي وصل إلى القاهرة اليوم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية لا سيما الصناعية والتجارية بين الجانبين. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية. وخلال الاجتماع قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا حول مراجعة برامج الدعم النقدي ومخطط الموازنة، حيث أشارت إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي وصل إلى نحو 4 ملايين أسرة بواقع 15 مليون مواطن، موضحة أن 72% من الدعم النقدي موجه إلى محافظات الصعيد. وأضافت أن حركة التحويلات النقدية لكلا البرنامجين بلغت أكثر من 16 مليار جنيه بنهاية 30 من يونيو الماضي. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم أعمال تطوير طريق الواحات الفيوم في نطاق المدينة القطاع الثاني، والذي يهدف إلى تنظيم الحركة بمحور طريق الواحات وعلى الخصوص بقطاعاته الأولى المؤدية والمواجهة لمدينة 6 أكتوبر. وخلال تفقده كلف مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتكثيف العمالة والمعدات في الموقع والعمل على مدار اليوم، مؤكدا أن هذا المشروع مهم جدا في سرعة تنمية المدينة وربطها بالمحاور والطرق المهمة بجانب تيسير الحركة المرورية.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من مقر مجلس الوزراء مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، كيف تتابع نشاط رئيس الوزراء اليوم وأهم اللقاءات التي عقدها؟ يعني بالفعل كانت هناك ملفات عدة على طاولة الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، حيث كان من أهم هذه الملفات هو اجتماع اللجنة الخاصة بالعدالة الاجتماعية، حضور وزراء التضامن الاجتماعي والتنمية والتجارة الداخلية. كانت هناك العديد من النقاط الهامة التي تناولها الموضوع، حيث أشارت وزيرة التضامن إلى أن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدي تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيا مع نسب التضخم. أوضحت أيضا أن الاستراتيجية التي تهدف إلى التي قامت بها الوزارة تهدف إلى ما كانت منظومة الدعم النقدي واستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء. وأشارت الدكتورة غادة والي أيضا إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة وتعيين 3 باحثين مستقلين واستشاري من مجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية في مكافحة الفساد. وحول أنواع الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن، أوضحت الوزيرة أنه يتم تقديم دعم نقدي مشروط برنامج تكافل وكرامة بمتوسط 494 جنيه شهريا للأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة والمسلمين 65 سنة فأكثر وللأشخاص ذوي الإعاقة. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال عام 2017-18 نحو أكثر من 2 مليون مواطن، هذا إلى جانب برنامج الدعم النقدي غير المشروط الضمان الاجتماعي بمتوسط 670 جنيه شهريا للأيتام أقل من 18 سنة. من ناحية أخرى، قدم رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عرضا حول البحث الخاص بأهم ملامح ومؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي قام الجهاز بإعداده عن فترة من أكتوبر 2017 حتى مارس 2018، وحيث أوضح أن هذا البحث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تعكس واقع ومتوسطات دخل وإنفاق واستهلاك أفراد الأسر. أضاف رئيس الجهاز أيضا أن حجم العينة التي شملت بحث الدخل والإنفاق قد وصلت إلى 26,000 أسرة يتم زيارتها أسبوعيا مرتين بالسنة. نعم، أشكرك الزميل أحمد أبو الحسن مراسل النيل من مقر مجلس الوزراء على هذه المتابعة الوافية. تنطلق اليوم فعالية أسبوع القاهرة الأول للمياه الذي يعقد تحت شعار المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة بمشاركة 70 دولة. وتتولى وزارة الموارد المائية والري تنظيم هذا الحدث العالمي بالتنسيق مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومجلس المياه العالمي ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن مشاركة الاتحاد الأوروبي واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو والمجلس العربي للمياه ولفيف من منظمات المجتمع المدني. كما يستضيف أسبوع القاهرة للمياه العديد من الوفود الوزارية للمشاركة في المؤتمر الرابع لوزراء مياه دول التعاون الإسلامي والمؤتمر الثالث لتحالف الدلتا وات، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاركين في المنتدى الأول للشباب الأفريقي. شارك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في اجتماع مجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتابعة للاتحاد البرلماني الدولي. يأتي هذا في إطار مشاركة عبد العال على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي والتي تعقد حاليا في جنيف. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات أهمها تحديد أولويات عمل اللجنة ووضع جدول أعمالها. واتفق أعضاء اللجنة على إعطاء الأولوية لمعالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب من خلال منع التطرف، باعتبار أن الوقاية المسبقة خير وسيلة لمكافحة الإرهاب. كما تم الاتفاق على انعقاد الاجتماع القادم في فبراير المقبل بمدينة بيرن بسويسرا. أكد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية الذي يوافق 14 من أكتوبر من كل عام، على أن القوات الجوية تمارس مهمها بكل عزيمة وإصرار دفاعا عن سماء مصر وردعا لأي عدوان. أمن سماء مصر قبل كل شيء، هذه عقيدتهم.
في ساحة القتال لا يتمنى العدو أبدا أن يلتقي بهم، وفي أعين المصريين يبعثون الفخر والعزة حينما يرونهم في سماء مصر. القوات الجوية المصرية معانق السماء. أكد الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار دفاعا عن سماء مصر وردعا لأي عدوان على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية والذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام في ذكرى معركة المنصورة الجوية خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. حرب أكتوبر المجيدة تعد إنجازا وإعجازا ظلت وستظل مبعث فخر واعتزاز، حيث عاد بفضل من الله وتوفيقه لقواتنا المسلحة وللأمة المصرية والعربية عزتها وكرامتها. وإذ نلتقي بكم في هذه الأيام من كل عام لنحتفل معا بأحد الأيام الخالدة في عمر الوطن، وهو يوم 14 أكتوبر لعام 1973، يوم يعتز ويفخر به رجال القوات الجوية ويستدعي فيه سجلا حافلا مشرفا. ذلك اليوم الذي ظن فيه العدو أن بإمكانه أن يصول ويجول في سمائنا الغالية، فحدث ما لم يدر بخلده، حيث كان الرد عنيفا ومزلزلا. فكانت معركة المنصورة التي لقنت العدو وعظم الدروس رغم التفوق العددي والنوعي لطائراته، حين قام نسور الجو وتوظيف أمثل لما لديهم من إمكانيات بالاشتباك في معركة جوية مع طائرات العدو لأكثر من 50 دقيقة، ولتكون هي الأطول في تاريخ الحروب الحديثة وباشتراك أكثر من 150 طائرة من الجانبين. مؤكدا أن الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة يستهدف تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب للقتال الجوي، وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنوع في مصادر التسليح، فشهدت كافة الأفرع الرئيسية ومنها القوات الجوية طفرة في منظومات التسليح بانضمام العديد من الطائرات الحديثة ولتواكب أحدث ما في الترسانة العالمية. وليبقى للقوات المسلحة المصرية بفضل من الله قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن ومقدرات الشعب المصري. وبالتزامن مع ما يتم من تطوير لإمكانيات القوات الجوية وما يتطلبه من جهود جميع أبنائها، تستمر القوات الجوية بالاشتراك مع باقي أسلحة القوات المسلحة في القيام بواجبها تجاه مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود على مدار الساعة. مؤكدا وصول كافة التشكيلات الجوية إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة والالتزامات المخططة والغير مخططة التي تسند إليها تحت مختلف الظروف في ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود الدولة والمشاركة في خدمة المجتمع المصري. ونوجه عناية السادة المشاهدين إلى أننا سنذيع عقب هذه النشرة فيلم القوات الجوية درع السماء، والذي نشرته صفحة وزارة الدفاع على اليوتيوب، وذلك في إطار احتفالية القوات الجوية بعيدها. قال وزير الخارجية سامح شكري إن زيارة الرئيس السيسي المقبلة إلى موسكو تأتي في إطار التنسيق والتشاور الدولي بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك لقاء سنويا يجمع الرئيسين السيسي وبوتين. وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة روسيا اليوم الإخبارية أن العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، والعمل على توسيع التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري مع روسيا وصل إلى 6.5 مليار دولار، مضيفا أن مصر تعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري. وحول الأزمة القطرية مع دول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، قال شكري إن حلها يتوقف على ابتعاد الدوحة عن السياسة التي تنتهجها واستجابتها لمطالب الدول الأربع. يلتقي اليوم وزير الخارجية سامح شكري الدكتور غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا
وذلك لبحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا والجهود المصرية من أجل تحقيق الاستقرار هناك. هذا وقد عقد شكري جلسة مباحثات مع أليستر بيرت وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، تتناول العلاقات المصرية البريطانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، ومن بينها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم غسان سلامة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا والذي يزور القاهرة حاليا. ناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية واستكمال المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي. وشدد أبو الغيط على التزام الجامعة بمواصلة جهودها من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة على أساس خطة العمل التي يرعاها المبعوث الأممي. أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير إبراهيم خليل الذوادية أن الندوة 55 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية تكتسب أهمية خاصة تنبع من تعزيزها فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية لما للمصطلحات الموحدة من أهمية في تعزيز العمل العربي العسكري المشترك بين مختلف الدول العربية. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال التي تناقش على مدى 11 يوما دراسة موضوع دور القوات المسلحة العربية في التعامل مع مشكلة اللاجئين، ويشارك في الندوة وفود 19 دولة عربية من بينها مصر والأردن والإمارات والبحرين والأمانة العامة للجامعة العربية. نشيد بجهد لجنة المصطلحات في معالجة كثير من القضايا الحيوية التي تمس أوطاننا العربية، فهذه الندوة 55 معناته أن هناك استمرارية الحقيقة لعمل هذه اللجنة والخروج بدراسات ومصطلحات تفيد الجانب العسكري وأيضا يستفاد منها في لدى السياسيين والمخططين السياسيين. فلذلك هذه الندوة تتكلم عن موضوع جدا حساس وموضوع عالمي وأصبح الآن يعني تعاني من كثير من الدول وبالذات الدول العربية. هناك كما تعلم بأن يعني معالجة لمسألة اللاجئين ليست فقط من الناحية العسكرية ورغم أهميتها طبعا، ولكن حتى العسكريين يقومون بجوانب إنسانية كبيرة، فهم يحافظون على وصول اللاجئين الشرعيين الذين اضطروا طبعا إلى الهجرة، أن تحافظ على وصولهم إلى أماكن الإيواء المناسبة لهم والتي تحتضنها بعض الدول وتوفر لهم كل سبل الرعاية. أفادت مصادر سورية أن فصائل المعارضة المسلحة أطلقت قذائف هاون من المنطقة العازلة على مناطق سيطرة الجيش السوري في منطقتي ريف حلب الغربي وريف حما الشمالي. يأتي هذا الخرق من جانب الفصائل المعارضة بالرغم من الإعلان عن سحب السلاح الثقيل من محافظة إدلب بموجب اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة. اتفاق منذ سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة في سوريا. سجلت عمليات قصف بقذائف الهون الثقيل من المنطقة العازلة لمناطق سيطرة الحكومة السورية في منطقتي ريف حلب الغربي وريف حماه الشمالي. مصادر أفادت أن الفصائل المسلحة أطلقت عدة قذائف على معسكر الجيش السوري في منطقة جورين في ريف حماه، كما قصفت أيضا أحياء في منطقة حلب من مواقعها في الريف الغربي الذي يقع في المنطقة العازلة. بدورها قصفت قوات الجيش السوري مناطق في المنطقة العازلة ومنها مناطق زراعية قرب لطمنة في ريف حماه الشمالي، موضحة أن الاتفاق لا يفرض على الجيش السوري سحب سلاحه الثقيل من هذه المناطق. كما تشهد خطوط التماس في ريف حلب الغربي إطلاق القذائف والصواريخ من أسلحة ثقيلة،
وكانت موسكو وأنقرة توصلت في 17 من سبتمبر الماضي إلى اتفاق ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، ونص الاتفاق على استكمال سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة بحلول العاشر من الشهر الجاري، الأمر الذي أعلنت الفصائل المعارضة المسلحة إتمامه، كما يتضمن انسحاب مسلحي ما يسمى بهيئة تحرير الشام من المناطق العازلة بحلول 15 من الشهر الجاري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق السيد غسان يوسف الكاتب والباحث السياسي. سيد غسان، بعد التحية، كيف تتابع تطورات الوضع الميداني في إدلب، خاصة في ظل ما أعلنت عنه المعارضة من إطلاق قذائف من المنطقة العازلة حول محافظة إدلب رغم الإعلان عن سحب السلاح الثقيل؟ بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني كنا نقول بأن ما تقوم به تركيا هو إعادة انتشار وهو يعني إعادة ترتيب لهذه المجموعات الإرهابية، باعتبار أن تركيا هي من تدعم المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة. اليوم بإطلاق القذائف والصواريخ من هذه المنطقة يتأكد بأن تركيا لم تستطيع سحب السلاح الثقيل وأنها تخفي أمرا ما في تلك المنطقة، وهذا يؤدي إلى أن يكون هناك إعادة تقييم لهذا الاتفاق، خصوصا أن الاتفاق تم مع روسيا، وتعرفين بأن روسيا تعول كثيرا على تركيا، وحتى أن وزير الخارجية والناطق عن وزارة الخارجية الروسية قالوا بأن تركيا تقوم بما عليها ولكننا نحن نراقب. لذلك اليوم نرى بأن تركيا فشلت يعني في هذه المهمة، وأن يعني العمل العسكري قادم ولو تأخر قليلا. نعم، السيد غسان يوسف الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك. نفذ الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ويواصل الجيش اليمني بدعم من التحالف استعادة الجبال والمرتفعات التي كانت مواقع استراتيجية لميليشيات الحوثي، كما يوشك على السيطرة على مديرية باقم حيث ينفذ عملياته الهجومية عبر ثلاثة محاور أهمها قبالة جبال أبواب الحديد. تتواصل فعاليات أعمال الملتقى الأول لشباب مصر والسودان الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار وحدة وادي النيل رؤية مستقبلية. يهدف الملتقى للخروج بأجندة مبادرة تدعم العلاقات بين الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما أواصر امتدت عبر الزمان لإحياء مفاهيم التكامل بين شعبي وادي النيل. في محاولة للدمج بين أبناء وادي النيل والمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والسودان، تواصلت فعاليات الملتقى الأول لشباب الدولتين والذي يحمل شعار وحدة وادي النيل رؤية مستقبلية. هذه الشراكة لا تتعلق بالعمل الحكومي فقط ولا تتعلق بالأجهزة الرسمية. إذا أردنا شراكة حقيقية بين البلدين فيجب أن يكون للمجتمع المدني وعلى رأسه الشباب والأحزاب وجمعيات العمل الأهلية دور في هذه الشراكة الاستراتيجية. تعداد الدولتان يمكن لا تتجاوز 60% إذا كان على السودان أو مصر، هي دولة شابة، فلذا لا يعني لازم يكون الدور الكبير للشباب في توحيد هذه الرؤى المشتركة. وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بالأشقاء السودانيين لترسيخ الثوابت المجتمعية وإحياء مفاهيم التكامل بين شباب وادي النيل. تقى بيهدف اللي هو يكون الزراع الشعبي للتحركات السياسية على المستوى الرسمي. الخطوات الرسمية قطعت شوط كبير، أعتقد الدور أصبح في ملعبنا أو في ملعب المؤسسات، سواء كانت مؤسسات كمان رسمية أو سواء كانت مؤسسات مجتمع أهلي. يركز الملتقى على القضايا التي تهم الشباب في البلدين لتحقيق التواصل المجتمعي بين الشباب في المجالات كافة. كان زمان في إذاعة موجودة لوحدة وادي النيل، بس دلوقتي ما فيش. يعني احنا بنطلب ان في يبقى في تركيز إعلامي اكتر، يبقى في تدريب للشباب الإعلاميين في السودان وتدريب للشباب السودانيين في مصر. وحدة وادي النيل ما اعتقد هي حلم، بل واقع ان شاء الله في القريب الآجل بإذن الله سبحانه وتعالى، لما التمسناه من جدية ومن
ومن تعاطي إيجابي للقضايا اللي بتهم الشعب السوداني والشعب المصري. عايزين نعمل زي برلمان خاص بشباب السودان ومصر، وده هنقوم بتفعيل الحاجة دي من خلال السكشنات اللي هتكون موجودة، وهناخد الجانب ده ونقوم نعكسه في السودان ومن عبر أفريقيا كمان. وتضمن الملتقى ورش عمل ومحاضرات للخروج بتوصيات يتم تقديمها من خلال وزارة الشباب والرياضة لصانع القرار في البلدين. وتظل العلاقات بين مصر والسودان ممزوجة بروابط الدم والتلاحم وحسن الجوار، بلدان يربطهما نيل واحد ومصير مشترك. وتفعيل لدور الدبلوماسية الشعبية، التقى شباب البلدين ليكونوا جسرا ممدودا للتواصل وتعميق العلاقات، فشباب اليوم هم قيادات المستقبل. أحمد سعد الدين، النيل. لليوم الثاني على التوالي يواصل المؤتمر الدولي الأول للمجموعة المناخية المصرية فعالياته، حيث ناقش المشاركون عددا من المحاور من بينها المناخ وأثره على الأنشطة البشرية. شدد المشاركون من الدول العربية في المؤتمر على ضرورة الاستفادة من التغيرات المناخية العالمية وربطها بالتغيرات المناخية الإقليمية. يواصل المؤتمر الدولي الأول المناخ والبيئة مصر إفريقيا والعالم فعالياته لمناقشة عدد من المحاور، محاور تتعلق بالتغيرات المناخية وأثرها على مختلف القطاعات، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء سواء على المستوى المحلي أو العربي. هو مؤتمر بيدرس أثر هذه التغيرات على مصر، أثر التغيرات على البيئة، أثر التغيرات على النشاط الاقتصادية زي الزراعة وغيره وغيره، هذا على العمران، على المدن، التغير المناخ نفسه ايه وانواعه ايه ومستقبله ايه، كل الحاجات دي موضوعات المؤتمر بيتعرض ليها. هذا موضوع الساعة، وهذا الموضوع ليس مهما لمصر فقط وانما للعالم كله. مصر من الدول التي تنعم بفترة طويلة من الإشعاع الشمسي واستثمارات انتاج الطاقة من الأشعة الشمسية، استثمارات كبيرة جدا، واعتقد ان في مشروع يقوم به البنك الدولي في مصر في هذا النطاق. بندرس المشكلات البيئية والتغيرات المناخية وعلاقة النشاط البشري بالبيئة. المشاركون في المؤتمر شددوا كذلك على ضرورة تبادل الخبرات والمعارف في مجالي المناخ والبيئة بين الباحثين للخروج بتوصيات وحلول لمواجهة مشكلات باتت تشغل العالم. جمهورية مصر هي الأولى في الجمعية المناخ المصرية من أقدم الجمعيات العالمية طبعا، وهي تتم له الفائدة من الأبحاث اللي تأخذها وتحكم وتطبق على باقي الدول. مهتمين جدا بأن نلتقي مع بعض ونحدد أبرز التغيرات الحاصلة في مناخاتنا المحلية على الأقل، ثم ننتقل إلى التغيرات الإقليمية، هل هي تغيرات حقيقية ترتبط بالتغيرات العالمية أم هي نابعة من السوء استخدام بيئتنا المحلية أو ما يحدث فيها. أثار المناخ على السكان والعمران، المناخ والنظم البيئية، المناخ والمياه والطاقة كانت من أبرز المحاور التي طرحت من 83 باحثا على مدار يومين من مصر والدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر. محاور وأوراق بحثية تناقش أثر التغيرات المناخية على البيئة في أول مؤتمر دولي في هذا الشأن، ملفات تستهدف الوقوف على حقيقة العلاقة بين المناخ والبيئة للخروج بتوصيات ربما تفيد متخذ القرار في التنمية الصناعية والعمرانية. أسمع حسن، النيل. مشاهدينا، بانوراما المتواصلة معكم ونتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد. خلال عرض عسكري، رئيس الوزراء الياباني يتعهد مجددا بتغيير دستور البلاد الذي ينبذ الحرب. الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية تتارستان الروسية لبحث تعزيز التعاون المشترك.
مدبولي يترأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وإجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي يصل إلى نحو 4 ملايين أسرة. الجيش اليمني ينفذ عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في هذه النشرة مع الزميل حسام الدين عاطف، ولكن بعد الفاصل. شكرا للزميلة غدا فاروق، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد المصري، ورئيس الوزراء يشيد بنتائج التقرير الصادر عن الصندوق. أهلا بكم من جديد. أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان بنتائج التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018-2019، وكان التقرير قد ألقى الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث استمرت النظرة الإيجابية للصندوق لأداء الاقتصاد المصري رغم الأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق الناشئة. وأكد مدبولي أن نجاح الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة لتأييد ودعم القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ نوفمبر من عام 2016. هذا وكان تقرير صندوق النقد الدولي قد تناول أبرز التوقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري. وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.3% في 2018، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ المتوسط النمو نحو 6% حتى عام 2023، وانخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9.9% العام المقبل بدلا من 10.9% العام الجاري. على صعيد آخر، ترأست الدكتورة سحر نص وزيرة الاستثمار ترأست اجتماع التجمع الإفريقي مع الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين بمدينة بالي الإندونيسية. واتفق المحافظون خلال الاجتماع على وضع أولويات المواطن الإفريقي على برامج المؤسسات الدولية، وأكدوا دعمهم لمصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وتحويل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإفريقيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام للقارة السمراء. هذا وعلى هامش اجتماعات بالي، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم بالجهود المصرية في مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال. كما أكد كيم أن البنك الدولي يعمل على دعم القطاع الخاص ويدعم الدول العربية في الاستثمار في رأس المال البشري. تصريحات كيم جاءت خلال اجتماع المجموعة العربية بالبنك الدولي بمشاركة سحر نصر وزيرة الاستثمار. ومن جانبها أكدت نصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أولوية للاستثمار في العنصر البشري والذي سيساهم في زيادة النمو. أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة المالية أكدت أنه لا نية على الإطلاق لتوقف العمل بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، مشددة على انتظام العمل بصورة كاملة بمنظومة المدفوعات الإلكترونية واستمرار صرف المرتبات إلكترونيا لموظفي الدولة. وأوضح المركز أن وزارة المالية نفت تلك الأنباء تماما، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب موظفي الدولة. كما نفى المركز الإعلامي أيضا ما أثير بشأن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي.
مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة جديدة إلى بانوراما النيل، واستكمالا للبانوراما مع الزميلة غادة فاروق بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. أدلى رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر بصوته في انتخابات الولاية التي يتوقع أن تكون انتكاسة بمثابة لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ الذي يحكم الولاية منذ فترة طويلة، ويدلي نحو 9.5 مليون ناخب أصوات في الانتخابات التشريعية بالولاية التي طالما حظي فيها حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي بأغلبية مطلقة. بالملابس التقليدية يقترع ناخبون بافاريون في انتخابات الولاية الألمانية، ومن المتوقع أن تقدر مدى الإخفاق الذي حققه الحزب المحافظ الذي يهيمن على المنطقة منذ فترة طويلة، مع عواقب لا يمكن التكهن بها لحكومة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل الاتحادية. ويحق لحوالي 9.5 مليون شخص التصويت لاختيار المجلس التشريعي للولاية في ميونخ، حيث حظي حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وهو حليف مهم لميركل بالأغلبية المطلقة في كل السنوات ال65 الماضية باستثناء 5 سنوات فقط. أمنيتي أن يستمر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الحكم، ربما في ظل أغلبية مطلقة مرة أخرى حتى تظل بافاريا قوية. إنها موطني ونحن نؤدي جيدا منذ 50 عاما، ومن المفترض أن نستمر في القيام بذلك. يبدو أن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي اتخذ موقفا متشددا ضد الهجرة وله تقاليد محافظة اجتماعيا يفقد الدعم من كل من اليسار واليمين، مع حصول حزب الخضر على أصوات الناخبين ذوي التوجه الليبرالي وفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بعدد من المقاعد. أأمل أن يتم فعل شيء في النهاية، وأن يظهر في النهاية القليل من الاحترام لبعضنا البعض، وأن يعمل الجميع معا من أجل ألمانيا. ويعد حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي هو واحد من 3 أحزاب في حكومة ميركل الائتلافية الاتحادية، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت الانتخابات في بافاريا ستؤثر على استقرار الحكومة الوطنية أو مستقبل ميركل أم لا. جدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم تعهده بالدفع باتجاه مراجعة دستور البلاد الذي ينبذ الحرب والذي يريد أن يذكر فيه القوات المسلحة بشكل صريح، ويحتاج تمرير مثل هذا التعديل إلى موافقة الثلثين في مجلسي البرلمان لاقتراح مراجعة الدستور والتي ستخضع بعد ذلك لاستفتاء وطني. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة مع الزميلة عبير شوشة، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ماراثون رياضي للأطفال بحي الأسمرات لتوعيتهم بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات في إطار مبادرة اوعى تجرب، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن أن المبادرة تستهدف توعية الأطفال من سن 8 إلى 12 عاما لرفع الوعي حول أضرار التدخين وتجنب وجود أطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، وأشار إلى مشاركة 1000 طفل في اليوم الأول من المبادرة والتي تستمر لمدة 3 أشهر بمعدل يوم كل أسبوع. نهاية النشرة، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية تاتارستان الروسية لبحث تعزيز التعاون المشترك. مدبولي يترأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وإجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي يصل إلى نحو 4 ملايين أسرة. الجيش اليمني ينفذ عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة. ختام بانوراما النيل، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.